قانون باركنسون، ما بعرف هو ليش سموه قانون، لأنه قانون يعني خلينا نقول بدي أتحفظ على هذه التسمية، ولكن هو أثر نفسي. وحقيقة يعني أنا شفته علي وبشوفه على كثير من الناس حوالي. قانون باركنسون بكل بساطة بيقول إنه الزمن اللي أنا بحدده لإنجاز مهمة ما هو الزمن اللي حياخده هيدي المهمة لإنجازها. فأنا مثلا إذا أنا عندي كان إنجاز مهمة معينة أنا وضعت لها 4 ساعات، فطبعا أنا أكيد ال4 ساعات رح أضعها بشكل يعني منطقي مع معرفة ما تحتاجه فعلا، ولكن هي بالنهاية ممكن تاخد فعلا هيدي ال4 ساعات. الفكرة أنه ممكن هي حقيقة لا تحتاج ال4 ساعات، هي ممكن تنجز ب3 ساعات أو حتى ساعتين، ولكن كونه أنا وضعتها على الكالندر وأعطيتها مدة ال4 ساعات، فهذا بيساعد عقلي، أو يعني خلينا نقول يمكن بيخدع عقلي، إنه هو لا ياخذ ال4 ساعات الكاملة لإنجاز هذه المهمة.